Sektor Park. Übergang zu den S-Bahn-Linien 8, 85 und 9. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Achtung, Türen können automatisch öffnen. طبعا هسه جايبكم اني اللي راح اصور لكم المكان اللي رايح اقعد بيه. هو عبارة عن بحيرة. طبعا اني رايح مثل الاحتفال احتفل بس واحد يوماوي، يعني واحد بس انا وحدي. شوف هاي طبعا بالمانيا اكو هاي الشاشات يصير بيها اعلانات يعلنون بها شغلات وكذا وكذاوات. شوفوا الاعلان اللي لقيته هنا، اعلان غريب، هذا اعلان غريب جدا لقيته هنا بالمالية. هذا معرض يعني متحف ما شغلات اثرية، ولقيت به هذا عرض هنا راح يفتحوه وحاطين هاي مال بابل مال العراق. سبحان الله، يعني هاي كلها باقي من العراق طبعا السوالف. شوفوا انا راح ارايكم هذا البيت، الواجهة مال هذا البيت شلون حلوة. طبعا حاط هنا ورود كلش عالية على ارتفاع البيت كله، شلون حلوة على ارتفاع كل البيت هاي الورود صايرة هنا من حديد، فشي جدا حلو. هذا البيت هنا شوف الشارع شلون نظيف يخبل. احنا رايحين هناك ورا هاي العمارة الضخمة اكو بحيرة كبيرة، راح اروح اقعد يمها شوية وحدي، يعني احتفل بس وحدي مع نفسي مو مع مجموعة لان تعرفون كورونا. هذا البيت اللي صوت لكم اياه قبل شوية، هاي من الصفحة شلون حلو. طبعا انا يجي يوم وراح اصور لكم هذا البحر، اصور لكم هاي شغلات ان شاء الله حلقات حلوة. بس هاي حاليا يعني تصوير بسيط. هاي الجسور عندنا اكو هنا كلش هواي جسور بالمانيا وبرلين خاصة، عمارات تنبني 24 ساعة، وين ما تروح تلقى هاي ناطحات السحاب، عمارات جسور، يعني المانيا وما ادراك ما المانيا، شو تريد اكو بالمانيا؟ شوف هاي العمارة ما تخلص كبرها، فشي جميل جدا. هاي الرافعات وين ما تروح تلقى الرافعات، فشي جميل جدا جدا جدا. طبعا هاي البحيرة الان جاي لها حاليا مثل ما تشوفون، هاي هي البحيرة وهذا بحر الراين الالماني، بحر الراين اسمه، اي عفوا نهر الراين، بناس الصيد سمك بكل شيء. طبعا بي من هنا من فوق تبين هذا معلم سياحي ببرلين، اثنين رجال ومرة مشابقين بنص البحر هذولاك. هذا المعلم انا رايح اقعد تقريبا يمه، احاول اقعد يم هذا المعلم مثل ما تشوفون. طبعا مثل ما قلت لكم راح اصور لكم ان شاء الله حلقات بعدين بالحلقات الجايه، وان شاء الله تعجبكم. بس حاليا راح نصور ارايكم بس قعدت، يعني وين راح اقعد، لان هي اصلا مضمون الحلقة يمكن يزعلكم.
مثلا على اليونان يوناني اشكال كل الدول تجي تقعد هنا ناس يقعدون تونسون رايحين جايين الماي كلش حلو بس انا الماي اكيد كرهته يعني من اليوم صارت عندي المشكلة مال الراحة والجاية من غرقت بالبحر يعني بأوروبا فكرهت البحر كرهت شكله اصلا. يلا اصدقائي اتمنى عجبتكم الحلقة مال اليوم طبعا ما راح اطلع لكم شكلي لان ما دا يطلع اصلا فاتمنى تعجبكم حلقة اليوم وتحياتي مع لكم كان معكم مصطفى العراقي من ألمانيا برلين مع السلامة. Gewiz and high gewiz. Scheiße. Ich mach YouTube gerade. Eine.
mine's not coming, it's in my zone.